لسه متواصلين مع حضراتكم في تغطية خاصة جدا لأخبار وفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. احنا النهاردة معانا حلقة مختلفة ومميزة جدا من العالمين الساحرة، هنشوف وهنتابع تفاصيل وكواليس المهرجان في دورته الثانية وأجواءه المبهرة والساحرة. طبعا لما نيجي نقول مهرجان العالمين هنشوف مع بعض ونتابع فعاليات، وشفنا مع بعض مهرجان في النسخة الأولى كان محقق نسبة إقبال عالية جدا من اليوم الأول، في النسخة الثانية كمان ممكن يكون تفوق على النسخة الأولى، فعاليات مهمة وجميلة وجذابة للجمهور من الساعات الأولى، إن شاء الله نحاول نغطيها كلها. صراحة مهرجان العالم عالمين بيعتبر تسويق كبير لمدينة بحجم العالمين، بتعكس الثقل السياحي للدولة المصرية وبتضع هذه المدينة الساحرة على خريطة المهرجانات السياحية إقليميا وعربيا. كل تفصيلة في هذا المكان زي ما احنا شايفين على الهواء تفصيلة ساحرة، الشواطئ، الجو الجميل، الممشى السياحي، المهرجانات اللي داخل مهرجان العالمين، احنا بنتكلم على مهرجان للمسرح ومهرجان للأطفال والترفيه وغيرها وغيرها من الأنشطة والفعاليات الثقافية اللي بتناسب كل المصريين بكل الفئات والشرائح الاقتصادية والاجتماعية. منظر الناس امبارح وهي متشوقة ومستنية حفلة الكينج محمد منير كانت حاجة تفرح الحقيقة، لأن الجمهور طبعا منير ما يتوصفش بكلمات، جمهور عاشق لمنير والفن منير.